متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة. اهلا بكم في بسطنبشة جديدة، معكم انا محمد صادق، محاضر صحفي في اعزاء اخر هنا، يعني اعزاء شقيقة المطرب الشعبي ابو الريف. اول الحاضرين طبعا نجلة فنان الراحل محمود ياسين عمرو، محمود ياسين رفقة الشاعر الغنائي ايمن بهجة قمر، يعني بنكلم حضراتكم خلال اللحظات الاولى من الاعزاء وجود الفنان عمرو محمود ياسين والشاعر الغنائي ايمن بهجة قمر. هنكون متواجدين معاكم لرصد التفاصيل وابرز الحاضرين داخل اعزاء الفنان طارق انور شقيق، فنان طارق انور شقيق. يعني احنا مع حضراتكم خلال بس مباشر لحظات وصول الفنان سليمان عيد. يعني وصول سليمان عيد الآن خلال اللحظات الأولى من أعزاء طبعا الفنان طارق أنور شقيق المطرب الشعبي أبو الريف والفنان عمرو محمود. كان الفنان طارق أنور لحظة عن دنيانا بعد صراع طويل مع المرض، وقد أعلن يعني المطرب الشعبي أبو الريف مرضه خلال الآونة الماضية، وكان متواجد داخل إحدى المستشفيات حتى وفاته الأجمالية. يعني لحظات صعبة بيعيشها الوسط الفني أواخر عام 2023، كما ظاهر أمام حضراتكم خلال البث المباشر. متواجد أمامنا يعني الشاعر الغنائي المتواجد ومعروف في الوسط الغنائي، هو طبعا الفنان أيمن بهجة قمر رفقة الفنان عمرو محمود ياسين. حتى اللحظات اللي بنكلم يعني قبل انقطاع البث المباشر بنوضح لحضراتكم حتى اللحظة لما يحضر المطرب الشعبي أبو الريف إلى مسجد الحمدية الشاذلية لاستقبال عدد كبير من الوافدين والمعزين، لأن هنا قد وصل منذ اللحظات الأولى الفنان سليمان عيد والفنان عمرو محمود ياسين وأيمن بهجة قمر، وهو يعتبر خال المطرب.
إن الله